في أول متى، فأنا أشكر جزيل الشكر قيادات وسلطات المحلية في مدينة فاس على حفل الضيافة خلال وجودنا هنا. أنا أشكر جزيل الشكر على القيادات والسيد الرئيس شخصيا للجامعة السيد محمد بن عبد الله لتقديم بمثل هذه المبادرة لإلقاء الكلمة الصغيرة عن العمل الديني في سياسة روسيا تاريخيا وحديثا. وأن نحن نعتقد أن مثل هذه المبادرات تخدم لتقديم إلى الأمام ودفع إلى الأمام علاقاتنا الصناعية على مستوى الشعبي وعلى مستوى دولتين، وهذا يخدم للمعرفة المتزايدة بين الشعبين وبلدين. كما قلت في الكلمة، نحن نقيم ونقدر على تقدير ما تقوم به المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وخاصة فيما يتعلق بإظهار الصورة الصحيحة للدين الإسلامي وهو دين العظيم والخطوات العملية بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بتقوين رجال الدين والعائمة والمرشدات، وهذا يكتسب أهمية القصوى والمهمة والكبيرة جدا، خاصة في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف الديني اللي يشكل الخطر الشامل لجميع الدول والبلدان.